سفرة بلقيس دايما معروفة انه هي كتير طيبة، والاطباق اللبنانية موجودة بقوة عندها. رح ننتقل لعندها هلا نقول لك عن جديد. صباح الخير، شو رح تحضري لنا؟ هلا بدنا نبلش نشتغل بالضلع على المحشي. ضلع؟ هيي تفضلي. صباح الخير. اليوم سفرة لبنانية بامتياز مثل ما قالت غادة، وطبيعي سبت احد شوي العيال بيزعبروا شوي بالاكل. اليوم بدنا نشتغل الضلع المحشي. بدنا نعمل ضلع محشي صح، بده يكون اللحام صح، يعني بده يكون اللحام يعرف كيف بده يعطينا لحمة الضلع صح. اول شيء لنختار احنا واللحام اللحمة، لازم نطلب اللحمة تكون شقفة واحدة فلات كرمال تخيطوها، او مثل ما عملت انا امكن تخيط لكم اياها. بتكون اللحمة فلات، منطويها، منبلش نخيطها بالإبرة والخيط، منسكر لها جوانبها كلهم بهيدا الشكل، نترك لها فتحة كرمال نحشي فيها هاي الفتحة المطلوب مننا، اللي هو رز بسمتي تقريبا 100 جرام، يعني كباية ونص من رز البسمتي بديون ل 2 كيلو من الضلع. قسمت الكباية ونص لقسمين، قسم رح احطه بهيدا الضلع وقسم رح احطه بالضلع الثاني. هلا رح اخذ شوية زبدة لأنه الضلع اللي جايبته أنا مش كتير مدهن، فمضطرين إنه نعطي دهنة باللحمة اللي على الخشنة اللي بقلب الضلع. رح شيل ورق الغار حطهم بالأرض، رح شيل نحبوب الهيل شوي. طبعا حطينا نحنا زبدة، رح بلش احشي. حطيت هون بصلة مفرومة يابسة، حطيت قرفة، جوزة الطيب، شوية بهار حلو، ملح طبعا، نتفة زيت، والبسمة الرز مع اللحمة المفرومة على الخشنة. رح حط كمشتين بقلبها و ملسهم هيك كرمال ما في احشي كتير حتى يستوي الرز. هلا بعد ما حشيتها بدي سكر لها تمها كرمال مثل ما قلنا تستوي بهي الطريقه. هونيك بالطنجرة حطيت الزبدة أو الزيت مثل ما بنحب، حتى في ستات بحطوا شقفة لية كبيرة كرمال تطري الضلع. الضلع رح يضل على النار بحدود الساعة ونص، يعني آخر الوقت الضلع عندي بيكون جاهز، بكون أنا عم بلش جهز الستبس من أولها لآخرها. هلأ سكرته، رح قليه بالزيت او بشقفة الزبدة والبهارات، ورح اغمره بالمي وسكر الطنجرة واتركها ساعة ونص. منملح شوي، بدي قص ضلع مخيط كل جوانبه، رح حطه، رح قليله، قليه من جميع الجوانب. قليته، رح اغمره بالمي. اول ما يبلش يغلي بشيل القشوة، بعد بده شوية مي، بشيل القشوة عن الوجه وبسكر الطنجرة، بضغطها على نار خفيفة ساعة ونص. برجع لك يا غادة. ساعة ونص هلا بدنا ننطر؟ ايه ليخلص الوقت بيكون على القد. ايه بيكون على القد. ميرسي لك بلقيس. رح نتابع فقراتنا ومحطتنا التاليه. بدي اقول صباح الخير عامر وضيفه لليوم، عنا كثير اشياء. صباح الخير، اشتقت لك اول شيء. ميرسي، انا كمان اشتقت لكم. فتره طويله مش قاعدين مع بعض صحيح. اكيد احنا اليوم عنا موضوع كثير مهم مع ضيفنا بالاستوديو مصطفى. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. مصطفى يلي حضر دبليو دي سي 2016 المؤتمر تبع ابل،
هلا حيخبرنا عنه. بس قبل ما نفوت مع مصطفى ونتعرف اكثر على هالايفنت وشو عمل مصطفى فيه وشو طلع منه كمان نتائج، خلينا نشوف تقرير سريع مع سامر خوري، سوري مع مالك خوري، عن موضوع لواغون والدوره الصيفيه للتدريب لاي شخص حابب يتعلم كودينج او برمجه شهرين. حسيتك عم تطلع فيه. إذا جعلنا شهرين بيصير مبرمج. خلينا نشوف التقرير. لواغون هي بوت كامب. بوت كامب يعني بروجرام انتنسيف بيعلم العالم شغلة جديدة بوقت كتير قصير وبطريقة كتير انتنسيف. لواغون هي بوت كامب البروغرامينج، يعني برمجة الحاسوب. بيتعلموا العالم كيف يعملوا ويب سايت، ويب ابلكيشن، مع بتسع تجمع، تسع تجمع من بكرة لعشية، من تنين للجمعة، من الساعة 9 بكرة للساعة 7 عشية. عملنا أول بروجرام تبعنا سنة الماضية ب 2015، كان النتيجة تبعه كتير مهمة، كتير منيحة، والتلاميذ تبعنا كلهم هلا صاروا عم بيشتغلوا بشركات أو لحالهم أو فتحوا الستارت أبس تبعهم. وهلا بالصيفية بجولاي 4 عنا السكند باتش بلبنان، ومنعلمهم بهود التسع تجمع كيف يعملوا ويب سايت مثل فيسبوك، مثل يوتيوب، مثل اير بي ان بي، مثل زوماتو. يعني مش بس ويب سايت تو بريزنت، انا عندي محل زهور وبدي وفاتر من الساعه 8 للساعه 5، لا، هذا الويب سايت فيهم يعملوا لوجين عليه، فيهم يعملوا اوردرز، فيهم يدفعوا عليهم، فيهم يحطوا الجيولوكاليزيشن، فيسبوك انتجريشن، وكل هودي القصص اللي شوي ادفانسد اكثر. صار عندنا ستودنتس نحن من ال 17 لل 55 سنه، يعني فينا نقول من كل الاعمار. وهودي التلاميذ بيكونوا جايين او بلا باك جراوند ابدا بالبروجرامينج، او بيكونوا عندهم شويه نولج بالبروجرامينج بس مش قادرين يعملوا برودكت من اوله لاخره. سو نحن من وقتها بنبلش من زيرو، مثل ما كانوا العالم ما بيعرفوا شيء، و وي جو بروجريسيفلي. و ات ذا اند اوف ذا 9 ويكس، اخر 2 ويكس هن بيعملوا البرودكت تبعهم، يعني هاري برمجوا الويب سايت تبعهم، الابلكيشن تبعهم. بلواغون نحن بنعلمهم اكيد كيف يعملوا ويب سايت، من ويب ابلكيشن فروم اي تو زد، بس شيء اهم نحن بنعلمهم كيف يتعلموا لحالهم، كيف يقدروا يتعلموا نيو لانجويجز. نحن بلواغون بنعلمهم 1 2 3 لانجويجز، بس بالبروجرامينج في 1000 2000 1 مليون لانجويجز، في ا لوت اوف ديفرنت لانجويجز، وما في ولا واحد بالعالم بيعرف كل اللانجويجز. بس وقت بروجرامر بيعرف 1 لانجويج 2 لانجويج وعنده الكونسيبت، عنده اللوجيك، عنده البروبر اركيتكتشر، البروبر واي تو دو ات، بيقدر يتعلم هوديك اللانجويجز لحاله. بعد 10 سنين البروجرامينج رح تكون مثل الانجليزي اليوم، رح تكون صعب للواحد اذا ما بيعرف شيء عن البروجرامينج يعيش حياته بشكل طبيعي. لكن لكل يلي حابين يتسجلوا فيهم يفوتوا على لواغون ويعملوا سبسكريبشن اونلاين، يعني يعملوا اشتراك ليحضروا هالسيشنز، او يبعثوا لنا ايميل على ino@future.com.lb ونحن بنحط لهم ان كونتاكت مع مالك ومع لواغون. بصير فيهم يعملوا ابلكيشن شهرين بشهرين. انا لقيت اسرع بروح بروح عند مالك بريت مصطفى اسرع بيعمل الابلكيشن. ليش بتعذب قلبي؟ مصطفى ما بيعوز يروح على هيك دوره، شفت؟ ولا انا، لانه عندي مصطفى صار بمراحل متقدمه. بس مثلا اذا انت حابب تعمل الابلكيشن بايديك، يعني في طبخ، في هذا، بتحبي كمان تعمل كودينج، فيك تروح تحضري سيشن عند مالك عن لواغون. خبرنا عن مصطفى. مصطفى هو حيخبرنا. صباح الخير مره ثانيه مصطفى. المؤتمر السنوي المهم لأبل اللي هو WWDC 2016 يلي بيصير كل سنة، أكيد أنت رح تحضرته. أول شيء خبرنا
حنحكي هلا شو صار فيه، وحنحكي كمان كيف نعمل لها، كيف الابلكيشن اللي نحن عملنا لها ريفيو من فتره طويله نعملها فيتشر هونيك. بس خبرني اول شيء ليش رحت على المؤتمر؟ اول شيء ابلز وورلد وايد ديفلوبرز كونفرنس WWDC هو حدث سنوي بصير كل سنه بسان فرانسيسكو، اللي هو كل الاشخاص اللي بيشتغلوا اي او اس ديفلوبمنت بيتجمعوا بمحل واحد. كان في 5000 اتنديز من 74 دوله مختلفه. انت كنت من هال 74 ومن هال 5000؟ مزبوط. فهو الحدث السنوي اللي بيعملوا فيه عن كل التكنولوجيا الجديده بابل للسنه المقبله. اوكي، وكيف كان الجو هونيك؟ مين شفت؟ اول شيء كثير حلو لانه عم تشوف اشخاص من كل انحاء العالم، اشخاص بيشتغلوا الشغل اللي انت بتشتغله، ف اتس جريت تو كونكت مع هيك اشخاص. حلو كمان انه التقيت باشخاص لبنانيه هن توب بمجالهم كمان باي او اس ديفلوبمنت، سو كان كثير حلو الجو انه تلتقى بهيك اشخاص. ف التقيت بحدا لبناني بابل مثلا؟ في كثير اشخاص لبنانيه بيشتغلوا بابل، في اشخاص لبنانيه كمان ان كان بلبنان ولا كان برا كمان كانوا بالكونفرنس. اوكي، وشفت السي او تبع ابل؟ تيم كوك اكيد. مش بس شفته، تصورت معه كمان. ما كان رجع، انا بقول لو ما هيك ما كان رجع لبنان، كان ضل ناطر. لا اتصور معه هلا بنشوف الصوره على كل حال. ملفت للنظر انه انت عندك ابلكيشن هي كانت الاولى على اي او اس ويمكن الوحيده بعد لحد هلا يلي بتحكي عن بيروت الكتريسيتي، هي ساعته قطع الكهرباء. ف شايفه هذه فكره كثير حلوه الابلكيشن، يعني اي ساعه قطع الكهرباء بالمناطق وهيك. ايه يعني بالنسبه لي انا بس بتضل للدوله اللبنانيه تعمل سربرايزز، بس بالقليله مصطفى برو. كان عم بيعمل ناروينج للسربرايزز. الابلكيشن اللي بلشت على اي او اس يعني كانت افيلبل على الايفون والايباد، انتقلت بعدين لتصير موجوده على الاي واتش، صحيح؟ مزبوط، ابل واتش. ابل واتش مزبوط. طيب خبرنا اول شيء هيدي الابلكيشن، عم شوف صورك مع مين شفت؟ جون ايفي، تيم كوك، تيم كوك، ادي كيو، وجريج فيدريكي. يعني الاربعه المهمين تصورت انت وياهم. صار في لغط لما صار في فيتشرنج للاب تاعتك بالايفنت، في ناس كتبوا على السوشيال ميديا، في ناس كتبوا على البلوجز تاعولهم انه جرسنا لانه هيك ابلكيشن لبنانيه بتحكي عن قطع الكهرباء نعملها فيتشرنج باهم مؤتمر لابل. شو رايك بالموضوع اول شيء؟ اول شيء بس بدي اقول انه هلا في على الاب ستور مليونين اب، وابل لما بلشت نقت ومقابلهم عطوا 50 مليار دولار لديفلوبرز. مزبوط. اوكي، ف وعم نحكي على 13 مليون ديفلوبر ريجسترد على ابل 100%. سو انا بالنسبه لي انه لينقوا اب من اصل خمسه، كانت من اصل خمسه ابس على الاب ستور، لينقوها تطلع ب وورلد وايد ديفلوبرز كونفرنس، هذا الشيء كان كثير مهم. هذا فخر. بالضبط، مش جرصه ابدا. على كل حال انا حرد على موضوع الجرصه، بس كمل. جرصه شو؟ هيك انكتب انه جرصه، انه ابلكيشن لقطع الكهرباء تطلع بهالمؤتمر العالمي هيدي، انه تجرسنا يعني على اساس انه العالم كله بيعتقد انه احنا عندنا كهرباء 24 ساعه ومش مجرسين لانه ما عندنا كهرباء. وقفت على هي الفكره، انه انا كنت بحاول ساعد انه لا ما فيني اعمل شيء بموضوع الكهرباء. انت من الاشخاص، انا ساعدتني شخصيا وعم تساعدني كل يوم. بالنسبه لي انا كنت دائما اقول وبعدني بقول انه حلوا مشكله الكهرباء اليوم، وانا بشيل الاب من الاب، ما بدي الاب، بدي مشكله الكهرباء الاشخاص اللي بحبهم يعيشوا ب 100%. سو من بين خمسه ابلكيشنز، خمسه من اصل مليونين اب على الاب ستور، نعمل لهم فيتشرنج لتكون من شو انحكى عنه؟ انحكى انه بيسكلي هي انه اب عم تحاول تغير تحسن حياه العالم بطريقه معينه، تحاول يعني يعملوا مانجمنت للسكيدجولينج. وهذا المطلوب بالحياه، يعني واحد يتحسن حياته ومعيشته اليوميه. هذه الفكره انه انت تسهلي حياتك اليوميه بوجود هالتليفون اللي بين ايديك. استنفرت انا هلا على هاي الكلمه اللي هي شايفها، لانه انا كثير استنفرت بس ما حبيت ارد على وسائل التواصل الاجتماعي. حبيت انطر ليجي مصطفى شخصيا لهون، لانه اول شيء كثير نحن بنفتخر باشخاص مثل مصطفى عم يحضروا هيك نشاطات بالعالم، عم يمثلوا لبنان، ومن بين مليونين تطبيق، من بين مليونين ابلكيشن موجودين على الابل ستور، في خمسه تنقوا من بيانات وحده لبنانيه. ما بعتقد هذا ابدا بيكون جرصه، لو شو ما كانت تكون الابلكيشن، بعتقد هذا فخر للبنان. والابلكيشن مثل ما عم بقول لك انه هي عم بتساعد شيء، يعني عم تساعد شيء بحياتك اليوميه، أكيد. عم تحل لك مشكل بمحل ما، في شيء في بروبلم، منه جرصه ابدا، لانه كلمه جرصنا لانه طلعت ابلكيشن بتفرجي اي ساعه بتنقطع الكهرباء بلبنان، كلمه تجرسنا كانت كثير ثقيله.
واللي بس السي ان ان تحكي عن زبالتنا ما تجرسنا. ما تجرسنا. آه، اوكي طيب. ونفس الاشخاص ما يهاجموا على موضوع قطع الكهرباء ما بيكون في جرسه بالضبط. خلص تعرف شو عم نعطيهم اكثر من قيمتهم 100%. فشو كانت رده فعلك لما شفت الابلكيشن ونعملها فيتشرنج على بالايفنت؟ اول شيء ما كنت عم صدق يعني. سربرايز كانت؟ انت ما كنت عارف؟ لا اكيد هن ما حدا قال لك شيء. لا هي كانت في بلان من كان من شهرين عم نحكي فيها مع ابل كرمال يصوروا ببيروت. وعلى فكره كان اول مره ابل بتجي على لبنان، هذا الشيء كمان ما نعمل. فلا كان هن يصوروا اكيد بلبنان هون معي وكان في فتره. لا ما كنت مفاجئ، كنت عارفين حتطلع. أوكي. بس انه بس اكيد بتحس بشعور لو كنت عارفه مش حتى يعني. وكيف كانت رده فعل الفيدباك للاشخاص اللي ما بيسمعوا بالابلكيشن وشافوها من بين هدول الخمسه اللي عملوا؟ اول شيء وصلني 100 اكثر من 100 ايميلز من اشخاص عم بيقولوا لي مبروك، هذا الشيء كثير مهم. اشخاص اللي عم بيقولوا لي انه اصلا رح نستعمل الاب ونحن كثير مبسوطين انه شفناك على WWDC وهيك. اوكي هلا على كل حال حنشوف صور رشز ل الفيتشر او لما مرقت الابلكيشن. بس فينا نقول بشكل هيك سريع يعني اقل من 15 ثانية شو بتعمل الابلكيشن لنذكر العالم فيها؟ الابلكيشن اول شيء بتقول اي ساعة بتنقطع كهرباء ببيروت بمناطق مختلفة تبع المنطقة اللي انت فيها، وبتعطي نوتيفيكيشن قبل ما تنقطع الكهرباء 10 دقائق قبل ما تنقطع، رسالة صغيرة على الـ على الـ وهيدا اللي مهمة لأنه في كثير ناس ما بتطلع بالساعة. عم نحكي على قطع الكهرباء الـ 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 اليومي السكجول للثلاث ساعات بس ببيروت. ببيروت اوكي كثير مش هيك اسمها بيروت. مزبوط. اوكي هلا في كثير ريكوست لحتى اعملها على لبنان كلها. اوكي مزبوط. طيب فبتعطيك نوتيفيكيشن انه قبل 10 دقائق انه حتنقطع الكهرباء مشان تنتبهي مشان ما تعرف الاسانسور مشان ما يصير في مشاكل مشان. فهيدي مرجع هيدي الجرصه كمان. في ناس عندهم بالبيت بيعيشوا على ريسبيراتوار مش مكانات الى اخره، بيعرفوا حالهم بيظبطوا بينتبهوا. هون لما قلت انه اجوا ابل صوروا بلبنان مزبوط مش هيك؟ عملوا فيتشر عن الابلكيشن، عملوا معك انترفيو، صوروا الابلكيشن كيف تشتغل، اخذوا فيدباك من العالم. لما انت شفت هالابلكيشن عملت شيء ب WWDC 2016، اولا انت كان عندك نمبر داونلودز كثير عالي. صح. شو خليك هلا يعني شو عطتك انسنتف؟ شو الحافز اللي عطتك اياه بعد ما انت جيت من المؤتمر لتشتغل على هالابلكيشن؟ هي بس بدي علما انه انت عندك شغل تاني. صح. الابلكيشن هي كانت واحدة من اول القصص اللي بشتغل عليها بحياتي. صح. اصلا كنت بعد بالجامعة يمكن كنت بعد بالجامعة وكنت حابب اتعلم ديفلوبمنت، وكان في هيدي الفكرة انه خليني اعمل شيء. وقتها كانت بلشت فكرة الكهرباء. فهي الفكرة انه اي فكرة ممكن توصلك هي حافز لتتعلم كودينج وتعمل شيء، لانه اي فكرة بيسك بتطبق بالكود. اوكي فهذه هي كانت انه اول ابلكيشن بعملها اصلا، وهي ما لها ابلكيشن كثير معقده تقنيا باي ذا واي. اذا بدي اقول هي ابلكيشن سهله نسبيا تنعمل. عم تشتغل على تايمينج وعم تشتغل على سكجول. مزبوط. هي سمبل ما لها صعبه تنعمل. فالفكره انه ما اخذتني اصلا كثير وقت لتنعمل، كان 2-3 ويكس اوف ديفلوبمنت، وهي اول اب عملتها. فهي الفكره انه 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 بفكره معينه فيك تعمل شيء وتغير شيء حتى لو كانت صغيره الفكره. اوكي اوكي مش رح اسالك انت حتشوف على اندرويد لانه اكيد ما رح اشوفها على اندرويد. حتى بس اقول للمشاهدين انه هي موجوده على اي او اس بلاتفورم، يعني بده يكون عندكم اجهزه الايفون الايباد او ايبود تاتش. مزبوط. اكيد مع الابل واتش اللي هي الاديشن الجديده انه صار. صح. فيك تتحكم بالابلكيشن عن طريق. صح. الابل واتش. شو كان الامبريشنز تبعولك بالايفنت يلي حضرته وبالانونسمنت اللي صاروا بشكل سريع، وكيف شفت كيف شفت هالانونسمنت اللي هن يلي هن اذا بدك خطوات ابل والبلاننج تبع ابل للسنه الجايه؟ صح. اول شيء كان هيوج، كان في اي او اس 10، كان في انونسمنت لماك او اس سيارة الجديد. باي او اس 10 عم نحكي عن كثير قصص، كثير قصص، قصص صغيره صح بس عم تغير بس كثير. مثلا وحده من القصص اللي كثير حبيتها، وحده من الفيتشرز لنقول اليوم لما يوصل كولينج على واتساب بيوصلك بوش نوتيفيكيشن. اليوم صار في انتجريشن للديفلوبرز يقدروا يعملوا يصير نيتف نفس الفون كول فانكشناليتي اللي بتوصلك. يعني فول سكرين فون كول عم بتوصلك على الاب. كمان اليوم عم نحكي بطريقه معينه، طريقه جديده بالديفلوبمنت للابس. اليوم ما بنحكي باب بس بالكانفاس تبع السكرين تبع الاب، صارت منتشر على السيستم كله. فعم نحكي اب بتحكي مع سيري البيرسونال اسيستنت، عم نحكي اب بالويدجت، عم نحكي ابس بقلب المسجز. يعني انت بتكون عم تبعت مسج بتحكي دغري مع الاب دغري. عم نحكي باب منتشر على السيستم كله. في شغل
في شغل كثير كبير، وبطل الاب محصوره هي بس مثل ما قلت بهذا الكانفاس الصغير اللي هو هيدي الاب تبعك، لا الاب صارت اكروس ذا سيستم كله. انا اللي عجبني اي او اس 10 بيك تو انلوك اكزاكتلي صار فخلص بيك وضوي السكرين بالضبط. سو هذه كمان اكزاكتلي وريتش نوتيفيكيشنز، يعني اليوم اليوم مثلا اذا لنقول عندك على فيديو انترفون على الباب ووصلك حدا على الباب دق الانترفون بيوصلك فيديو فيد دايركتلي على بطل النوتيفيكيشن بس تكست خلص صار معي. فيديو صار فويس صار كل الامور. نحن خلص وقتنا مصطفى، اكيد نحن حنتابع بمقررات مؤتمر ابل ونتائج تعوله وحنراقبهم بالاسابيع والاشهر القادمه مشان نشوفهم على الارض اكثر. بتمنى لك كل التوفيق، نحن كثير فخورين مصطفى بس نكون واضحين انه انت شخص لبناني نعمل له فيتشر ب دبليو دبليو دي سي 2016 وانت شخص تستحق كل الدعم. جود لك بمسيرتك المهنيه وبرافو وثانك يو لك. اكيد انه اذا هيك جرصة نحن بدنا نجرس كل يوم. يتكرم عينك اذا هيك. انا عندي كمان لك جرصه ثانيه هلا نجرس. مظبوط صح في فكره عم تنطبق هلا. اوكي ميرسي لك مصطفى، ميرسي لك عامر، خليكم معنا بريك وبنرجع منتابع.